كيسكي لول عبد عسيس يقعن كديق لي حاجي جيدي يا هوري سيد علي أول سوق بقبيد دول معلت أربعة وريق السدحات وربا دانو لوك رسوي هاي وقاد يد إفرحد كيلي أهر نعا أيا وحي الشيقة يعني عدين بدن إما خاتي بدن إن الله بحنين أو سيد علي تير كالجين دول لو حكم الدانو حكم كي أول هاي game over assalamu alaykum subax wanaagsan maalin wanaagsan dhamaan asxaabta meel walba adduunka joogtiin isoo naqada buuxii sale waa aniga oo walaalkiin maxamed buskud halka toos nooga la socotaana waa channelkeena maxamed buskud official hadii aad nagu cusubtay oo ay tamar ku wareysan soo booqatay waxaan si xushmad kaga codsanaa inaad subscribe noo sar video like sar way fikradaada comment ino qoray aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta oo dad ka mid ah nala si joogo like tan isaga si kuna soo dhowaada channelkeena maalin kale oo qurux badan feed wanaagsan muuqaalkan ku fogaan maayo وحان إذين وضعه ورفر حادله ويحب الله صوصه أول صوت جيتم ورفر حادله وقدام بين لحظة بشة إن شاء الله أوكو آدن أربعة لحظة بشة مارس لبكن أفر إلا بات أوكو آدن أربعة ما أنت هو السبتي والله بضب بشة أحد والسدح اثنين وأفر ثلاثة والشن أربعة لحظة بيش إن لو كلا بيح دانا محكمة دي كيسكي لول عبد عسيس كيسكي لول عبد عسيس يقعن كديق لي حاجي جيدي يا هوري سيد علي أول سوق بقبيد دون معلت أربعة وريق السدحات وربا دانا لو كرسوي هاي وقاد يد إفرحد كيلي أهر نعا أيا وحي الشيقة يعني عدين بدن إما خاتي بدن إن الله بحنين أو سيد علي تير كالجين دون لو حكم الدونه حكم كي أول هاي game over وفرحت وورسوخات تدلو كرسوية وهي اسبترو يدي رنقت يدي نكل سيداين إن شاء الله وإنه يا أربعة أربعة يا لبوغانين ما أنت أربعة على وحال سوق بقبين دونا وريج سدحات إيه محكمة ما دام وريج كوة ودعي وريج لوادنا ودعي مرقاتي على واحد كياني ووريج سدحات أو فاينل كا أو لك على بحاي اللوك الأجانا إن عدالة دي ودن كجر تقي إلي سكجر لكن بقولك سعاشن ورك هذا الصباح يا أهرع أيه وعشية يعني إن لو حكومة دونا ورا اللوك السوي أهرع أيه وعشية يعني إن بقولك بس عشان الله فيلايا سيد علي إن لو حكمه تيرك وحكى رئيس السعوديين ما أنتنا أقى لبلا بيش مارس وحكوا بيجنتهاي وبالبعد ما لنتي للدلي لجبي لول عبد العزيز لبلا فبراير أيام لجبي لبلا مارش الوجرا صدّن ما لين بالكاملة أي كوجرتا تلاشة أيام لجبتي أنو جيدانا كل حد انت أورك لبض بلود هيد حق إن شاء الله صد لاعدونا أبهد يقويس كيدان وحي وعدكم مرين إن أي كجر دون تتلاجة إلا ننكا ستير كلغا جي أو حكم كويل والجينا كلمان الوفولي مرخاتي ورئيسي وحي الله وسوق القوين كل واقيد دقو آنك لها وي مرك وبلا توفيق ما ننتا أربعة يعني الموغان انت سيدنا هو داقة موقعك ان انك فوق هذا مرة وانت دنبو حايدين سيدين دونا ورئيس اي بحسي ماما داقة او اهيت ماما دي جوك تيكينيا او ننك سيدة اي شاكتين ايضا ايكو اهديسة ان او كفا فيه عدرك اجاي بي اي ديسك انت او بحايا ورئيس لكن وانو ايو يا وانو اللحظة بيش واركو ايبت 4 days اي عدى على تكلمان أو لوكال بحاي هدو ماشي قبيل إيس دومر إيكا شقيسي هدي عدار ديكا جرتو إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لول عدالت أي هيري دونتا إن شاء الله أدون نوكو ماري دونا نكا عقاب تيس آخر نوكو ماري دونا تي آخر نو أودي مونتا نكا حاس كيس أور لو بلوت أولي سيدا عرور أغوان هاي ستا ديلي قبي
okay marna ba ma kula wadaagay gabadhaas marka lagu sheegay uu kugu yiri anigu xaas waan leeyahay kula hayd labadeeda sadma wada biilinaysa mooyaani gabadh gabadha ka horaysay inuu guursaday ama ba ka dambeysay marna ba ma kula wadaagay sabugnay laga gaabkay markaan tiri waxa la igu yiri wuxuu qabi jiray gabadh suuqa khudaar dhigtay wax oo dhimatay taasaan maqlay taawaan maqlay markaan imika tiri labada kun iyo sagaal iyo tobankii dadka lahaa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilaahay naxariista janayanaha ka waraabiyo waqtigii uu qabi jiray gabadhaas dhimatay ee qudradda iibin jirtay goormay ahayd sanadee bay ahayd baa laguugu sheegay sanada haddii aad xasuusatid iyuna ma garay horta horta anigu waxaan u imid tayada oo I don't care dadku way sheekeeyaan ba ogtahay ariga waxay caddayd tayada baaya caddayd sooga garanaysid waan tegay meeshii ninkii waa soo arkay tuurkoogii waxay isagii baan dooray anitaas ay caddayd dadkuna marka cudurkii ku qaadsii walaalo isagiina cudurkiiba wuu qabay waanad isguursateen lacala haddii ay idin dhex galaan maxay idin ku dhexdhexaadin lahaayeen ood rabtay adigu inay reerkooda idin ku dhexdhexaadiyaan marka horta balaabista weyn baa looray soo ay horta adigu bal horta tani ninkan hayno dabay arintiisu iyo arinta ninkan hayno dabayse okay adigu marnaba walaalo oo dadabiibkaaga baabad ku mashquulshay waan ogahay adigu dadabiibka qof fiican u sanaya baad adiga noqotay adigu dadabiibkaaga ku mashquulaya laakiin waqtiyadan aad reerkooda wada hadlayseen amba gabadhii iskugu soo xidhay reerkooda kalaba inoo dhig gabadhii ninkaa kugu soo xidhay inuu xanuunkan qabay ilaan way ogeyd sida aad u sheegayso waqtigii dambe iyada maxaa kala mudateen maxaad kala mudateen juweeriya horta dalka markaa waa ka tegay horta meel dalka marka horta iyadu way ogtahay hooyo toban xafiis ba isla garana askara way ogtahay soo ma garanaysid hooyo anu markaa ka tegay hooyo xoog ba usilacday toban askar bay isla galeen gabadh waxaa jirta malaha basaboor dhulka haysato askar iyadoo usoo baxdaan umaan arag waagi haddaan arka dee aniguba subxaanala ma garanaysaa gabadh caanoo dee ani toban maxaa yeeleen ba dadka garanaysaan ahay laakiin hooyo waa qof iska badawa soo ma garanaysid oo aqalkii eeg markii aqalkii aad u fiirso gabadh anaan masruufkii haynayay anaan maxaa yeelay wali walaalahay hablaha iyo kale may shaqaynin markii maxaa yeelay arrintaasoo dhan baa ku dhacday aqalkii inay ka baxdo inay wixii ka baxdo qofka qof bili aadana soo ma garanayso dee ilmahaygii aad wada dhaafday toban xafiis bay isla galeen tobankii xafiis naagtaasa usoo baxday soo ma garanaysid riboorto waa la qoray ma garanaysaa dadka HIV-ga qaba oo isku daarta qof haddaad tiraahdo qofkaasaa igu daarto oo qofkaasna uu HIV qabo oo la baaro waa la ogaanayaa inuusan qofkaa kugu daaranin meesha aad ka qaada waa la ogaan karaa NAT wax la dhaho oo nokia acid test la dhaha dhiig ahaa jira familkiibaa waxay xataa awoodda saarayaan kenyadan iskeentay in gabadha iyo wiilka testiga noocaasa meel adarkaan meel la dhaha maa jirta kenya dhakhaatiir waaweyn joogto in lagu baaro qorshaheedu oo ahayd haddii uu dhaho HIV positive waaye idinka waxaa dhahdeen copy waaye qofaa hadla walaal maxaa dhahdeen raalli aho may waxaan ku yihi waa sax isbitaalka ugu weyn nairobi marka adiga waxaa ka hadlaysaa
ورقد ولال با عمره كذا با عمره كم با عمره الله ده هاي أوكي أرنت كلو ترتيدن أوجي با وحدة هاي رك إسقى ضد وحدة با وحدة سرادية وراقيه because كان هوي ذا إيه أباها دل ورقد دكتور كاجا أما دي كاجا مو أجان كرو غرق كم كقولنا مو أجان كرو وكا because وحوي وح هيبا privacy أو هيبا أوي يعني عفمات كحكي صدقاتير تولاليا مركا لكن ميد بالا سميي ورقد نيجاتيف كماش لا سو ساري نور وي حتى والقي او لا دخاي هادو قف كان بوزيتيف يا وراقها انا سوداي اوغو وبريك مال قفكو ربو او لا غلبون كاري ما فهمتي اذن كان نغ اوك ددك سدا او دغالميا ما ها دد غبد دين عيد كسودا دد ويلك دين عيسى كسودا ويا اوغادتا marka hadad laakin sheekada dadk qaarkiin u badashaan oo isku dhigtaan waayo qofka kan oo qof walba dhibaato u geysanayo gabar kasto oo Soomaali waa gabar kasto oo inaga meeda qabiilkay rabtaha ahato inta samara hadii qabaane tumur laan baa saxna hooyadii dhashay baan ogeyn inuu cudurka qabaan ku iri inuu san qabin number 1 in la ogaado horta ku ma qabiyaa yes haduu qabo gabadha ninka ku daartay ma yahay oo dhiga noocaas ma la qaadaya arrimo noocaas ah lagu la jira walaalayaal een kaamirad baa la diiday hebelo baa la diiday waxas ma soconayso ilma adeeryaalo idinka sujuuda ilaahay ku bariya waxa qarsoon inuu ilaahay soo saaro ma leey waxa waayay shirkada abd xafiid aniga waxa iga soo baxday dadku isku aragtay ma aha qof waliba oo fiidiyo soo xabirahaya aniga waxa iga soo baxday abd xafiid inuu leeyahay waraniga iga raali ahaa waraysiga hore aan qaadayna khald buu ahaa ninkaan in cudurka inuu qabaan anigu tuhunsanahay معني ما فهمتي سفاه هذا الكل عهيي درس معناها فاس تايم وحي أهي معناها الدفاع وتفيجي سجل سمع عدي الدفاع عن هاي والرجال قريب وكم بحين هاي انترفيو هرب بحي صح ما يقدرته الله بعد وحو عدينا هاي بلانك بحن يوحن يقابك أسر نقول هايان that means نين كاني نين ربا إنكو صنع هاين social معناها life camera your life TV your system life منا إنه مره ما فهمتي marka that means Soomaaliya aniga hayr raacnina waxaan dhawaa diyaariyay lacag ana bixinayaa in hotel kana bixinayaa in booking kana sameynayaa in whatever kulli waa u diiday that means ninkaan cudurku waa la nool yahay bar qiyaas ayaa weeye ama waa ku khaldamay laakiin ma idin horan hayo yiri ama wiilka khaldan ama gabadha khaldan ma fahante marka isagoo sharaftiisana waa difaacayay xaqna qiraal buu ka ahaa aniga aragtideeda in ninkaas uu uga shakisan yahay macnaha arrintaas oo intaas oo ballamood iyo intaas oo magaciisa intuu qabtay intiiba uu diiday ما قرأت أنا ما خلاص أنا فهمين لا بد أسأل فهم إنه تلفيش كيس يسمع عندي سنة دفاع هاي كان الشلاية هاي انترفيو هراء وقاضي اللي قلنا هن هو جب حين هاي من كان وكقر هاي عذر كاس إنه قبوه لأن العذر من كان واحد كيني أنت بلنا هاي يوحي أردن بواء وديدي سنة يرك يور هذا وشيء غيره أفكو بدو عاف ما تقب عدي سنة شرفتي سنة إنه الدفاع ده سنة مركي هرب ويري إنه إسبري يلا ربع is easiest way why moqta laakiin shaqada markii isku biya kana wuxuu ba life ay tagtay bay waxay u baahatay anada solution in la kala saasar marka aan guurmaas marka ay rag u baahato aniga hadaba iyo ma hal midiyara ku darsanaya ba aan ka maadaan ma fuk baan geeyay aniga ku socdo ma ha 1 minute aniga 1 minute kama badinayo abd xafid arinkiisa wariye weeyaan een aniga kana aqoon isku meel lahayn uu la ninkaan baa la xireeray ma ogaan karno suuleen kale ma ogaan karno jirteegi ma ogaan karno ana og abdahafid baa la hadlay dhageyso haye ninkaana abdahafid la xireeray inkastoo tol guud la yahay haddana shakhsiyan la isku ma yaqaano marka wuxuu yiraahday arinta bulshada ka socoto waxaan rabaa in aniga isbariyeelo aniga familkaygii buu isticmaalay buu yiri ma fahmaysa dignitygeygi inaa isbar yeelaan rabaa marka ballanta ii qabo just warqadaas inaa negatifeka ahaan tusinaya nin degdegayana wuu ekaa ma fahantay laakiin cabdixafiid dadka wixii oga soo noqday bulshada iyo weerar badan lagu qaaday wuxuu indhaha ku kala qaaday sistemka sida u socdo sheekada meeshii gaarsiisantaa markuu arkay ayuu wuxuu la xiriiray ninkii wuxuuna isku dayay inuu xataa video conversation in ay yeeshaan wuxuu yiri ma sameynayo video conversation xataa isagoo ba si
asaga ilaalinaya ayuu wuxuu yiri okay sawirkaaga saaraya kadib telefoon baan su'aalaha iga jawaab wuxuu yiri okay markii la balan waab ogtiin waxa hadda la dhaxay waxba inaa idin kugu soo celi idin sharxa ma aha laakiin abdixaafid qofka bini aadanka mararka qaarkood wuu ilduufo isagoo ujeedo ka dambeysa uusan jirin wuxuuna caddeeyey warqadatan dadka tuhmayaan in uusan shaqo kulahayn uusan dhihi karin waa run waana been taasoo caddeeyey